لي في الكواليس انا مربيه وصار علي من معناتها فاز اللي صار. صارت علي وما اسمع بها لا اعلام ولا وزاره ولا نقابه ولا حتى ولا حد خذ لي حقي. وين ماشيين بهذا كان كل يوم استاذ يعتديوا عليه، وين ماشيين بهذا الوقت اللي تيح روح باش احنا الناس الكل نقفوا. تو ديجا طاحت هي روح، ديجا احنا كي نقولوا البروف البلوك راهو معناتها عنده نسبه معناتها متساقات معناتها يمكن اكثر من 70%، ماهوش باش يرجع للقسم، ماهوش باش يرجع يخدم على اولاده، ماهوش باش يقف معاه حتى حد. إن فوا تسكر الملف اليوم راهو باش يصير لنا معناتها هذا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثه وما عادش نرجعوا لها راه سايي. مثلا احنا اليوم مثلا سكرنا الملف سايي معناتها ما عادش باش نرجعوا للزميل سايي مشى في الساقين معناتها اكا حادثه من ضمن الحادثات اللي صارت على مربي. احكي على الاعتداء اللي صار عليك. انا الاعتداء اللي صار عليا نفس القاء، التلميذ جاني غياب غير مبرر، قلت له ما نعديلكش الدفوار، جاني كيما غدوه معناتها لابس سروال ومن فوق معناتها مش لابس حتى شيء معناتها مش لابس مريول وزعما طالع معناتها للدروج معناتها يخطفوا القيم العام معناتها دخلوا الاداره بالبونيه معناتها وكل، انا ما في باليش، جيت كيما غدوه معناتها نلقى الكليج معناتها خايف قالوا لي يا مدام راهو هكا وهكا. شدوش معناتها التلميذ معناتها وتوقف ثلاثة أيام، أنا ولت حياتي مهدة، حياتي أنا تهدت، ومعناتها بعد ثلاثة أيام جوني معناتها أولاد كلاسو لابسين مراول وحاطين اسم التلميذ. يخرج التلميذ سينو احنا ماناش قارين، وأحنا توا مثلا زميل معناتها يصير له حكاية نقفوا ساعتين ويروح كل واحد لداره معناتها ياكل ويشرب معناتها ما فما شيء. سؤال يطرح نفسه، وين ماشيين؟ سؤال يطرح نفسه، وين ماشيين بهذا الكل؟ سامحني سامحني، وسط التربوي شفنا فيه معناتها حبوب هلوسه، شفنا فيه مخدرات، شفنا فيه عباد معناتها تدخل بمواد مخدره، بخمور، شفنا فيه عباد تدخل سامحني بسلاح ابيض، ساتور انا نحكيه سامحني. ما فماش امن، ما فماش حراسه، الباب احنا في مؤسسه تربويه كان تمشي ترى مثلا الباب اللي سكر علينا معناتها من بات التلميذ يقرا في الابتدائي هكا بساقيه معناتها يحلوا. معناتها واحنا معناتها ولا هذا اعداديه عبد الله فرحات معناتها جات معناتها مترفه شويه معناتها يدخلوا لها معناتها كلوشارات يدخلوا لها معناتها وجوه غريبه معناتها يدخلوا لها نابورت كي. صراحه اليوم خايف على روحك كنت تخدم؟ اكيد اي خايف على روحي انا. اي انا خايفه انا نروح مثلا من رادس نروح مثلا للرياض سليمان خايف على روحي ونروح ساعات في الترام. انا شو اقول لك كلمه؟ قف للمعلم وفي تبجيله كاد المعلم ان يكون رسولا. يا حسره قبل المربي مقدس في الدار وفي الشارع وفي المؤسسه التربويه، تو المربي كي يروح البوه يقول له معناتها يذم في المربي، يذم معناتها في المؤسسه التربويه، كي باش يجيك التلميذ شنو هو بنا صفه باش يجيك؟ باش انت معناتها الصوره تهزت مع عند الولي. اليوم المربي بغصته سامحني، اليوم المربي بدمعته، دمعته في عينيه. اليوم المربي احنا البارح احنا البارح معناتها زميله زاده كيفي نفس الكلام معناتها احنا كلنا معناتها معارضين مهدين مش هذا مثلا الزميل راهو مش احنا هذا ضرب مؤسسه هذه ضرب القطاع التعليم بالنسبه لنا احنا هذه الحادثه اللي صارت اليوم راهو ضرب للتعليم العمومي ضرب للتعليم العمومي معناتها سايي مثلا انتهت ولت مؤسسات معناتها اخرى تخدم ولا الخواص معناتها هم اللي يخدموا احنا اللي نخدموا في القطاع العمومي مهدين معناتها ما عادش عندنا حقوق واللي يتكلموا توا سي لسعد واللي يتكلموا كلها راهي كلها شعارات راهي كلها شعارات واستنسنا بها قانون وما قانون وما نعرفش شنو وما نعرفش شنو وسايي معناتها سايي اي قبلة على جابين وسايي تمر مرور الكرام. لا انا قدي انا عندي عندي 19 سنه في التعليم معناتها نفس كل الوقفات كل فما قانون اساسي قانون اساسي وينه وينه قانون اساسي. اول حاجه اصلاح منظومه التعليم كلها اصلاح المنظومه اصلاح لا انا ما يهمنيش في الاشخاص يصلح لي المنظومه يصلح لي المنظومة التربوية، تعرف المنظومة التربوية قداش عندها؟ عندها 14 سنة الكتب احنا نقر أنا تعرف قلت لك عندي 19 سنة 19 سنة نقري بنفس الكتاب ونفس البرنامج ونفس العناصر وهما نفسهم ما تغير شيء. أنت مربية ما؟ مربية أستاذة بعد 19 عام نتعدى على المحكمة على جيل طبلية مضحك راهو الشيء مضحك. طبلية؟ طبلية إي نجي والتلميذة نعمل فيها معاملة خاصة في بالي مصلحة في بالي نصلح. قلت لها طبليتك ضيقة بدلها جابت أمها وجابت بوها وأختها
وجايين باش يضربوني، لولا العساس في الباب سكر بيبان الكل وقال لي اليوم شعرة ما تتمسش منك يا مدى. وبعد مشينا المنطقة وقدمت شكاية وطلعت شهادة طبية بعشرة أيام اللي أنا ضربتها بونيا وما مسيتهاش تلميذة، ضربتها بونيا سببت لها خدوش في صدرها. حاسلو القاضي قعد يضحك قال شنو ما هالخدوش، وتعديت على المحكمة ثلاثة جلسات واللي صار لي عملت ديبريسيون في جرت هذا. وكل عام نجي في العودة المدرسية يجيني نفس الفوبي باش نرجع للقسم ونولي نرد ويصير فيا ما يصير، ولحد الآن كي نتذكر الحادثة البارح ما نجمتش نرقد. اليوم المربي يتعدى امام القضاء في دوله تحترم نفسها، المربي نتاعها يتعدى قدام القضاء هكا القضاء ويتمرمد ويصير له ما يصير له. والحق الحمد لله وقفوا معايا تلامذتي واولياء امورهم هما اللي وقفوا معايا، والقاضي بنزاهته وقف معايا وكرمني في المحكمه، كرمني وقتها في لحظتها حكم لي بعدم سماع الدعوه وقال لي اليوم نحب نرد لك اعتبارك قدام الناس كلها كما تهنت كما تهنت قدام الناس كل على جيل طبليه نتعدى على المحكمه. سامحني احنا اليوم خلينا نحكيوا على وسط التربيه، اليوم خلينا نحكيوا على المدرسه، خلينا نحكيوا على الليسي. اليوم تدخل الليسي ترقى بنات سراول مقطعه، بنات ما يلبسوهمش، ولاد عاملين بلالت، ترقاهم سامحني ترقى مناظر معناتها لا اخلاقيه جمله، وترقى حبوب الهلوسه، ترقى المخدرات، وين ماشيين بهذا الكل؟ ومنسوب العنف السناء اللي لاحظته منسوب العنف ارتفع اضعاف الاضعاف، وما تنجمش تكلمه وتقول له اليوم هذاك السروال مقطع ما تجيني به، يعاود غدوه يجيك به. والولي انا نتسائل هنا وينو الولي؟ الولي وينو؟ يجيك كي تقول له ولدك يجيك يزيد يعاركك، يزيد يعمل لك عركه، يقول لك ما تكلمليش ولدي، نفسيته تعبت. والله يا حسره على جيل السبعينات والثمانينات عندما كان المربي بصفه عامه يبجل ويحترم، لكن اليوم في تونس حبينا ولا كرهنا بعد معناها موجة ترذيل المربين بعد الحملة الإعلامية اللي قاعدين يتعرضوا لها المربين، طبيعي جدا اليوم نشوفوا حملات نتاع عنف، اليوم نشوفوا عديد وسائل الإعلام اللي تحرض ضد المربين، اليوم نشوفوا المجتمع البرا يحرض على المربين، اليوم شفنا قضية الزميلة اللي تعرضت للمحاكمة واللي تجند لها 22 محامي للقيام ضدها لا لشيء إلا لأنها أسندت مجرد ملاحظة على عمل تقييمي لها. طبيعي جدا اليوم حملة الشيطان على المربين تنتج حملة متاع عنف آخرها وما آخرها معناها مش أولها هي هذه آخرها اللي الاعتداء على زميلنا في الزهرة وهو معناها بين الحياة والموت. دونك يا حسرة لما قلت كاد المربي أن يكون رسولا. اليوم المربي يقف قدام القضاء، اليوم المربي يتضرب، اليوم المربي يتهان، اليوم المربي ما يعرفش على روحه يروح حي ولا لا لداره، وين ماشيين بهذا الكل؟ اليوم خلينا نحكيو شويه على الوسط التربوي، خلينا نحكيو شويه على الليسيات نتاعنا، اليوم قاعدين نشوفوا حاجات في الليسيات يندهى لها الجبين، نشوف حبوب هلوسه، نشوف المخدرات، نشوفوا سامحني في اوضاع لا اخلاقيه، وين ماشيين بهذا الكل؟ والله انا نعتقد ما نجموش نفصلوا التعليم العمومي، ما نجموش نفصلوا التعليم العمومي على القطاع العمومي. اليوم ثم توجه لضرب القطاع العمومي، ضرب الصحة العمومية، وتشوفوا اليوم في الصحة العمومية اللوالب الفاسدة الكلينيك البريفي وغيره، اليوم اللي ما عندوش فلوس ما ينجمش يعدي معناها في الصحة، نفس الشيء للتعليم الثانوي، اليوم حملة متاع شيطنة للتعليم الثانوي معناها كي تشوف اليوم القطاع الخاص في علاقة بالقطاع معناها بالتعليم الخاص كي تشوف بو عبدلي وتشوف اللغماني وتشوف كذا ما تنجم معناها تنزل مسألة العنف في الوسط المدرسي إلا في إطار ضرب المدرسة العمومية. أنا نحب نتسأل اليوم وقلنا هذا في أكثر من مرة، أنا نحب نتسأل اليوم هل أن الدولة ووزارة الداخلية غايبة عليها ما يسير حول معناها المؤسسات التربوية؟ اليوم المخدرات حبوب الهلوسة معناها تكاد تكون يومية في معناها في محيط المدرسه وفي محيط المعاهد وفي محيط الاعداديات. طبيعي جدا اني تتحول هذه الى عنف وكذا، انا ما نتخيلش التلميذ هذايا يكون في كافه مداركه العقليه ويعتدي بالوحشيه ذيك على استاذه. لولا طبيعي جدا وانا ويعرفوا الامن احنا في عديد المناسبات وقت اللي تدخلنا حتى بحضور السيد ولي تونس في الاعداد للعوده المدرسيه وبحضور امني قلنا راي المدارس الاعداديه والمعاهد لونتوراج نتاعها محيطها تحول الى وكر معناها لبيع المواد المخدره وهذا اللي وصلنا معناها للحاله هذه.